حياكم الله برنامجكم الاسبوعي من حولك. حلقة الاسبوع الفات سالنا واحد من المرشحين، انا كمواطن ليش لازم اروح يوم 18 من الشهر الجاي واشارك بالانتخابات؟ وحتى نعرف جواب هذا السؤال واهميه اصواتنا خصصنا حلقه اليوم لانتخابات مجالس المحافظات والبدايه دائما من العناوين. الانتخابات المحليه واقفه يم الباب ومفتاح باب التغيير بيد العراقيين. من حولك يطلق حملة راح نشارك وعي غيرك وانزل شارك باستحقاقك الانتخابي لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نطالب الحكومة دائما بالتغيير كشف الفاسدين حماية فلوس الشعب الخدمات بس من تجينا الفرصة أنه نختار الناس اللي تسوينا كل ذني نقول لا ما نروح احنا شعلينا وحتى ذا رحنا صوتنا ما راح يسوي شيء طبعا صوتك ما يسوي شيء اذا انت اعطيت الفرصه لغيرك انه يستغلك طبعا صوتك ما راح يغير التغيير يبدي بينا كلنا لازم نروح حتى نختار مستقبل الانتخابات تحدي كبير واستحقاق وسباق واذا تريد توصل الإصلاح بالبلد لازم تنتخب الشخص الصح هاي اهم جمله تاكد عليها دائما المرجعيه الدينيه بكل عمليه انتخابيه تحث المرجعيه المواطنين على المشاركه الواعيه والمسؤوله بالانتخابات تشدد بضروره اخذ العبر والدروس من تجارب الماضي وتغيير اداره الدوله وابعاد الفاسدين على دور الناخب وصوته المهم برسم مستقبل البلد المرجعيه الدينيه تنطي توجيهات وتوصيات عامه تترك الخيار للناخبين وتطالبهم لاختيار الافضل للبلد ان المشاركه في الانتخابات امر بالغ الاهميه لان من خلالها يحدد مستقبل البلد مستقبلنا نحن بل ومستقبل اولادنا واحفادنا ومن لا يشارك فانما يمنح الاخرين فرصه ان يقرروا مستقبله بدلا عنه وهذا خطا فادح المرجعيه مو بس توجه انما ممثليها هم اول المشاركين بالعمليه الانتخابيه <applause> الشعب العراقي نظرته قبل المجالس المحافظات انه هي احد ابواب الفساد وما سوت شيء للبلد وبهاي حقه لان قبل تطبيقها وادارتها صار به اخفاق وما كانت بالمستوى المطلوب بس غيابها هم سلبيه لان سوى فجوه بالتواصل بين المواطن ومجالس المحافظات وعليه حتى ما تتكرر لازم تتم المشاركه لاختيار الاصلح والنزيه وخلي شويه نرجع بالزمن ونتذكر موقف شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم من الانتخابات برهم من القضايا الأساسية والجوهرية لمستقبل العراق والمواطن حتى يحفظ كرامته وحريته بالاعتماد على إرادة الشعب من خلال انتخابات حرة نزيهة، انتخاب أي حاكم، وركز على عدم تهميش أي فئة مهما كانت توجهاتها. وأنا وأنت كمواطنين أصواتنا أمانة ومسؤولية، والمشاركة بالانتخابات واجب وطني والتزام. كملت المفوضيه كل الاستعدادات الخاصه باجراء انتخابات مجالس المحافظات المقرره يوم 18 كانون الاول. طبعا هاي الاستعدادات تضمن نزاهه وشفافيه وامن الانتخابات. ولاول مره هذه الانتخابات راح تكون مراقبه بالاف الكاميرات بالمحطات والمراكز وكل المواقع اللي الها علاقه بالعمليه الانتخابيه. وحتى نتعرف اكثر على استعدادات مفوضيه الانتخابات نستضيف الدكتور عماد جميل. رئيس الفريق الاعلامي لمفوضيه الانتخابات، رحب بك دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. يا مرحبا بك، سمعتني قلت انه كملت او كملت المفوضيه كل الاستعدادات وهذه نعتمد احنا بها على بياناتكم على ما تصدروه من خلال مواقعكم، اليوم نريد نتعرف اكثر على هذه الاستعدادات اللي اكملتوها بشكل كامل. أه نعم هنالك استعدادات فنيه وهنالك استعدادات لوجستيه واجراءات امنيه في الحقيقه وهذه متماشيه ومتزامنه مع بعضها. بالنسبه للقضايا الفنيه اليوم احنا المفوضيه اكملنا تقريبا تدريب شعب المحافظات والان شعب المحافظات تدرب موظفي الدوله اللي راح يديرون عمليه الاقتراع في داخل المحطات وكذلك مراكز الاقتراع تعرف هذا التدريب راح يكون مركز لان يعني الاجهزه بها برمجيات وتعامل فني مع هذه الاجهزه ونريد نرفع من عمليه التدريب والقدره على استخدام هذه الاجهزه حتى لا نقع بالمحذور في يوم الاقتراع من تعطل او ايقاف الاجهزه. هذه مسألة المسألة الأخرى في جانب البطاقة البيومترية اليوم المفوضية استلمت جميع الدفعات الخاصة بكل المحافظات وبذلك كل منافذنا في المحافظات البالغ عددها 906 منفذ اي مركز تسجيل توزع هذه البطاقه ولدينا بعض المراكز استنفذت توزيع هذه البطاقه وهنالك اقبال طبعا جيد من قبل المواطنين لاستلامها من مراكز التسجيل. في مجال اخر قضايا اللوجستيه بالنسبه للمواد الحساسه والغير حساسه نقصد احنا بالحساسه اللي تاثر على عمليه الاقتراع وهي اوراق الاقتراع والاجهزه تعرف هنالك أجهزة التحقق اللي بها سجل الناخبين البيومتري والبيانات البيومترية للمواطنين الناخبين الآن أكملنا برمجياتها بالنسبة لسجل الناخبين الورقي أيضا أكملنا وتم توزيع على مخازن المحافظات بالإضافة إلى ذلك اليوم نعمل على برمجة جهاز العدو الفرز وأيضا هنالك مدة زمنية وننتهي من هذا الأمر وصول أوراق الاقتراع الدفعة الأولى أيضا بالنسبة أيضا للمواد الغير هي العملية حساسة. كلها راح تتم بشكل إلكتروني بهذه الانتخابات؟ لا عمليات العدو الفرز راح تكون الفرز. إلكتروني نعم بشكل, بشكل الكتروني ابعدنا اليد عن التعامل مع الحسابات الورقيه والعدو الفرز الورقي ممتاز. لكن سنقوم بعمليات العدو الفرز اليدوي وهذه العمليه هي رساله اطمئنان للأخوة المرشحين لان هنالك البعض يشكك بان العمليات العدو الفرز الالكتروني لربما تتحمل اخطاء او في النقل او في هذه ما راح تاخر على اعلان النتائج اعلان النتائج للمده. لا يتاخر لان تعرف احنا بالنسبه للعمليات العدو الفرز الالكتروني نتائجها سترسل الى السيرفرات من المحطات خلال ست ساعات اي من الساعه السادسه مساء عند انتهاء عمليه الاقتراع الى الساعه الثانيه عشر ليلا وتبدا بعد ان نرسل هذه النتائج هاي الانتخابات ايش قد تقريبا نحتاج حتى نعرف النتائج 24 ساعه 24 ساعه 24 ساعه ستعلن المفوضيه النتائج الاوليه الواصله للسيرفرات وايضا راح تعلن تفاصيلها لأن تعرف هنالك بعض المحطات في أي انتخابات لا نتمكن من إعلان نتائجها لأن لربما يوجد خلل فني أيضا بعض المحطات سترسل إلى مراكز طبعا راح تكون عندنا مراكز تدقيق مركز تدقيق في كل محافظة هذه المراكز تستقبل المحطات اللي يحدث بها خلل فني وعدم مقدرتها بإرسال النتائج إلكترونيا والمحطات المشكو منها وكذلك المطعون بها العدو الفرز اليدوي راح يشمل كل المحطات والمراكز لو بس اللي اكو مثل ما نقول شك بيها او بياناتها تعرف الانتخابات السابقه أي سبب لنا مشكله بعض من الاخوان راد انه يعيد عملية العدو الفرز مبارك. حتى نتاكد انه مم. عدم وجود خرق او انه اختلاف بين النتائج الالكتروني واليدوي اليوم هذا الموضوع سيتم بمعالجة كل المحطات لعدها وفرزها يدوياً بعد الإلكتروني, بعد الإلكتروني سواء كان في التصويت يعني العام بعد أو النتائج. التصويت الخاص بعد إرسال النتائج بعد إرسال النتائج, <applause> بعد إرسال النتائج. <applause> عندما تم إرسال النتائج الإلكترونية راح نعد ونفرز يدويا ونطابق بين العدو الفرز اليدوي والعدو الفرز الالكتروني. كلها راح تتم 24 ساعة؟ لا, -لا هذه 24 ساعة نعم كلها 24 ساعة. زي. لما كملنا عمليات العدو الفرز اليدوي م. ان كانت النتائج مطابقة مع الالكتروني نعتمد الالكتروني وان كان هنالك فرق اكثر من 5% سترحل هذه المحطات لمراكز العدو هذا مثبت بقانون واذا كان اقل من 5% نعتمد العدو الفرز اليدوي وهذا مثبت بالقانون وفي اجراءات المفوضية راح تجريها في يوم الاقتراع بعمليات العدو الفرز نهاية عملية الاقتراع هذا الأمر الفني احنا تقريبا راح نركز عليه لأن اللي آه راح يكون به آه مهنية عالية وشفافية عالية وأيضا ضمان لكل الأخوة اللي لربما عندهم شك في عمليات إجراء الإرسال الإلكتروني أو العدو الفرز الإلكتروني مسألة الأخرى منها الجوانب الأمنية تعرف المفوضية هنالك لجنه امنيه عليا فيها وكلاء وزراء الداخليه والدفاع الامن الوطني الحشد الشعبي راح تكون مهامها وهي بدت مهامها اعتبارا مع بدء الجدول العمليات للمفوضيه الان كل مخازن المحافظات كل مكاتب المحافظات كل مقرات التسجيل مؤمنه بالاضافه الى ذلك عملنا خطه محاكاه امنيه وليس فقط للاجهزه الالكترونيه كانت يوم السبت الماضي ايضا توزعت كل القوات الامنيه صار انتشار على مراكز الاقتراع اللي يبلغ تقريبا اكثر من 6000 مركز مه. كبنايه يعني لان يعني هي تعرف انت تعداد مراكز الاختراع بيوم الاختراع 7166 لك لكن بعض المدارس تحوي على مركزين مثلا شلون كانت النتائج؟ النتائج انه الخطه كانت ناجحه، التوزيع كان جيد، الاطواق اللي عملتها وزاره الداخليه او اللجنه الامنيه العليا كانت اطواق من ثلاث اطواق تعرف كل جهه لها مهامها مه. في هذه الاطواق وبذلك راح تكون مسؤوليه تضامنيه هذا هذا, هذا عمل عمليه نزيهه وشفافه ويقدر المواطن يشارك بكل امان وبكل اريحيه بالانتخابات. اساس المشاركه هي البطاقه البيومتريه مثل ما نعرف. ذكرت انه بعض المراكز نفذت البطاقه يعني المواطنين اكو اقبال عليها. هذا الموضوع ينطبق على باقي المحافظات، اكو ضعف بالاقبال على استلام البطاقه البيومتريه. لا تعرف اكو محافظات استلمت البطاقه البيومتريه الوجبه الاولى قبل 10 محافظات اخرى قبل اسبوع، المحافظات الان الاخيره قبل اكو عدد لحد الان مجهزين به تقريبا؟ احنا تقريبا تجاوزنا النصف مليون بطاقه بتوزيعنا لهذه الفتره قليلة واعتقد الايام القادمه كفيله بان نتمكن من توزيع لان يعني تعرف بالايام الاخيره اذا شفنا بعض المراكز ضعيفه بالتوزيع راح ننتقل الى المرحلة البديلة اللي هي الفرق الجوالة والاتصالات بالمواطنين مهم أنه المراكز موجودة بشكل يومي حتى بأيام الجمعة والسبت بالعكس احنا الدوام أيضا للسادسة مساء الان في مراكز التسجيل <applause> حتى المواطن الموظف او العامل اللي منشغل صباحا بامكانه انه يراجع مساء هذه المراكز ويستلم ايضا هنالك استلام بالانابه ممكن الاخ ممكن الاب الاخت الزوج الزوجه هم يستلمون الأفراد العائله طيب <applause> <applause> احنا حتى نوه عن العدد الكلي للمرشحين والناخبين وكم مركز مخصص للانتخابات نشوف هذا التقرير اللي أعد أن حسين القرعه بالأرقام وبعدها راجعين الدكتور 6000 مرشح بينهم 4258 من الرجال و1657 من النساء هو العدد اللي راح يخوض انتخابات مجالس المحافظات 357 مرشح تم استبعادهم خلال الفتره الماضيه لاسباب مختلفه اما عدد الناخبين راح يكون 32 مليون ناخب من 15 محافظه يحق لهم المشاركه بالاقتراع، اكثر من 16 مليون ناخب منهم عندهم بطاقات بايومتريه و71321 منهم تم تسجيلهم من مواليد 2004 و2005 وراح يصوتون لاول مره، الانتخابات راح تجرى ب 7766 مركز اقتراع بعموم مراكز البلاد، وراح يكون يوم 16 كانون الاول هو يوم الاقتراع الخاص اللي يشمل القوات الامنيه والعسكريه ونزلاء السجون والنازحين، اما الاقتراع العام فراح يكون بعد يومين في الثامن عشر من كانون الأول شكرا لحسين معلومات مهمة دكتور استطلعناها أرقام بالآلاف بالنسبة للمرشحين وحتى الناخبين بالملايين تقريبا أكثر من 16 مليون راح يقدر يشارك بهذه الانتخابات لأول مرة ذكرنا معلومة أنه هذه الانتخابات راح تتراقب بآلاف الكاميرات هذه شنو الآلية اللي راح تتم هذه العملية؟ مثل ما ذكرت يعني الكاميرات اللي راح إحنا نثبتها داخل المحطات في داخل كل محطة كاميرتين راح تكون مم. تراقب عملية الإقتراع داخل المحطة بالصوت والصورة من بداية عملية الإقتراع الساعة, الساعة السابعة صباحاً مم. إلى نهاية عمليات العد والفرز الإلكتروني واليدوي وإعلان النتائج زي. داخل المحطة في نفس اليوم. وبذلك فان المفوضيه راح تضمن تصوير وتوثيق العمليه الانتخابيه برمتها. يعني سواء كان بالتصويت العام او بالتصويت الخاص. بالاضافه الى ذلك حتى ساحات المركز الاقتراع اللي هي المدرسه راح تغطى بكاميرات وكذلك مداخل الناخبين للمراكز الاقتراع ايضا هنالك كاميرات تراقب هذا الامر. هذه الكاميرات راح تحفظ الاحداث خلال رامات ايضا راح تنقل هنالك عمليه نقل لها طريقه لوجستيه بايصالها الى المركز المحافظه وراح نحتاجها في عمليات ان قدمت شكاوى او طعون على هذه المحطات كدليل اثبات للمشتكي او بالنسبه للمفوضيه في عمليه الرد. خلال اليوم الانتخابي راح تتراقب هذه الكاميرات؟ الكاميرات اصلا هي شاشات و... موجوده بالكاميرا نفسها انه هي شغاله يعني اي مراقب يقدر يتابع عمل الكاميرات داخل هذه المحطه او المركز الاختراع راح تكون هنالك مراقبه من قبل وكلاء الاحزاب والتحالفات والمرشحين ايضا متواجدين في هذه المحطات المفوضيه ايضا راح تعول على شريك لها اخر اللي هي منظمات المجتمع المدني وانتشارها تعرف منظمات اصبحت عندنا لديها خبره محليه ودوليه وايضا في تقاريرها تستفاد المفوضيه من النواحي الايجابيه أو تشخيص السلبيات، هنالك مراقبة أممية، لكن راح تكون أقل. مما لاحظناه في الانتخابات البرلمانيه لان تعرف الانتخابات المحليه تكون المراقبه الدوليه اقل اهتماما او اقل عددا بهذا الامر وبذلك فان المفوضيه راح يكون لها شركاء في هذه العمليه وايضا راح تكون هذه الكاميرات لها الدور الفعال بزرع الثقه لدى ممتاز. المرشحين مستمرين برصد المخالفات من قبل المرشحين بما يخص الدعايه الانتخابيه واساسا مش قد محدد كمبالغ ماليه كسقف يعني للدعاية الانتخابية بالنسبة للمرشح أو التحالف والحزب نعم إحنا في كل مركز تسجيل هنالك لجنة رصد يعني وبذلك يصبح العدد أكثر من 900 لجنة رصد منتشرة في كل المحافظات اللي مشمولة بالانتخابات القادمة ترفع تقاريرها هذه التقارير وصلت لنا اليوم يمكن شخصنا أكثر من 400 خرق لربما نصل إلى 500 خرق تعرف هذه الدعاية الانتخابية تخضع إلى نظام 2 ل 2023 بالنسبة للمفوضية وإلى تعليمات الأمانة وكذلك البلديات إذا فرق الأمانة لها عمل وكذلك فرق المفوضية إلى عمل يختص بها إضافة إلى هذا الحكومة ودولة رئيس الوزراء كان مهتم باستخدام أموال الدولة لربما تسخيرها لأغراض انتخابية أيضا شكلت هذه الموضوع لجان وتابع هذا الأمر الدعاية الانتخابية هذه هم شخص ضمن المخالفات أكو من ينتهج هذا هذا الموضوع نعم تم, ويستخدم تم, الدولة تم, تشخيص ولذلك آخر أمام لدولة رئيس الوزراء انه سجل بعض الملاحظات على بعض المحافظين باستثمار هذا الامر وبذلك شدد عليه وشكل لجنه لمتابعه هذا الموضوع. بعض القرارات اللي هي مثلا توزيع الاراضي والتعاقدات اجلها لبعض الانتخابات وبذلك المفوضيه الان تتابع هذا الامر والدعايه الانتخابيه ايضا الداخليه تؤمن هذه الدعايه وتراقب من يعبث بهذه الدعايه وتم القاء القبض على بعض المخربين لها وايضا هذا الامر في الحقيقه الان بدات الدعايه الانتخابيه تستقر واعتقد راح تتضاعف اسال على سقف الانفاق، اكو سقف الانفاق محدد نعم لكل مرشح هو في القانون تحالف. بالنسبه للمرشح المنفرد 250 دينار مم. في عدد الناخبين للمرشح المنفرد مثلا في المثنى اللي هي اصغر محافظه عندنا 250 في 500 يمكن يطلع له 140 مليون تقريبا للمرشح المنفرد يقدر نعم لكن لو نحسبها على بغداد لو لو انه بالمحافظه نفسها بها 12 مقعد الى حق التحالف او الحزب يرشح 24 مرشح راح نضرب 250 دينار في 24 مرشح في عدد الناخبين وبذلك يصل الى مليار هو 400 تقريبا او اكثر هذه الارقام في الحقيقه لا تصل الى بعض التحالفات وبعض الاحزاب لكن هي الحقيقه هكذا هو القانون يحدد السقف الزمني لعمليات الانتخاب هذا حددنا به ليس فقط الرقم وانما انه حذرنا به انه عدم استخدام اموال الدوله لتغذية هذا الأمر أو المال الأجنبي وبذلك راح يكون هنالك لكل التحالفات والأحزاب والمرشحين المنفردين محاسب معتمد يقدم حساباته الاوليه عند اعلان المفوضيه للنتائج الاوليه ويقدم حساباته النهائيه بالايرادات وبالصرفيات الانفاق على العامله عندما تعلن النتائج. تجاوزت هذه السقوف؟ لا او تحالفات؟ لحد الان لا. بالتزمين لحد الان؟ بالتزمين نعم لحد الان نسجل هذا. مراقبين دوليين ومحليين لمراقبه هذه م. الانتخابات أكملت اجراءاتهم راح يكونون موجودين بيوم المراقبه الانتخابات. الدوليه الان هي تسجيلها في شعبة العلاقات بدائرة الإعلام والاتصال الجماهيري المكتب الوطني، سجلنا ما يقارب 43 مراقب دولي، 47 إعلامي دولي خبراء مجال الانتخابات نعم ولا زال عندنا الوقت كافي تقريبا واعتقد هذه الاعداد راح تزداد ومثل ما ذكرت لك احنا فاتحنا ما يقارب 93 بين قنصليه وسفاره ومنظمه مهتمه بالمراقبه الانتخابيه وهنالك تجاوب من البعض في الحقيقه ايضا هنالك ارتفاع بنسبة المنظمات المجتمع المدني وتسجيلها لحد الآن يمكن إحنا تجاوزنا ال 8000 مراقبي التحالفات والكيانات أيضا راح يقول لهم دور وأيضا نقطة المراقبين الدوليين وخبراء بمجال الانتخابات شو راح تضيف للانتخابات؟ إحنا نستفاد في أضرب لك مثل في انتخابات 21 الاتحاد الأوروبي الجامعة العربية الأمم المتحدة الآيفس الغير المنظمات الأخرى قدمت تقاريرها تعرف هذه تقدم التقارير حسب معايير دولية لا تنظر انه للتفاصيل الدقيقه يعني اعتقد رئيسه بعثه الاتحاد الدولي في احد مراكز الاقتراع لما وجدت أن بعض الاجهزه توقفت قال هذا عمل اعتيادي في المانيا هنالك نقص في اوراق الاقتراع. ادى الى ايقاف عمليه الاقتراع ما هذه المشاكل متعارف لا المشاكل هذه اقوى يعني الاجهزه عندما تتعطل ممكن استبدالها او اصلاحها وتستمر لكن عندما يكون نقص في عمليه الاقتراع معناها حرمان الكثير من الناخبين بالمشاركه وهذه يسبب مشكله فلذلك هذه الملاحظات عن استبعاد اعلانهم بشفافية الانتخابات ونزاهه الانتخابات ينقطع من المفوضيه وكذلك ممتاز احنا من خلال البرنامج اطلقنا حمله سميناها راح نشارك اكو هوايه ناس واكيد تسمعون بهم، اكو راي من الجمهور انه انا يعني ما اشارك بالانتخابات، ايش راح اسوي؟ ايش راح اغير؟ فشنو رسالتكم كمفوضيه لقاطع هذه العمليه الانتخابيه؟ دائما رسالتنا هي ان تكون رساله سلام. والسلام ما يتحقق الا بالتداول السلمي للسلطه وعبر الصندوق الابيض. وبذلك على المواطن ان يكون شريك في وطنه في كل تفاصيله وخاصه في ارساء الديمقراطيه واختيار حكومه انه من الممكن انه تكون تقدم خدمات للبلد، اليوم احنا نشوف اكو تغيير حصل سواء كان في عمل المفوضيه او في عمل الحكومه او في الاستقرار السياسي او الاستقرار الامني، نتامل انه الكل بغض النظر عما يحدث انه الكل يشارك في الانتخابات القادمه ونرفع النسبه ونحقق النتائج اللي مرجوها. هو اساسا اللي ما راح يشارك راح ياثر على الانتخابات راح تصير فد فالمشكله بالانتخابات بتطبيق العمليه الانتخابيه بديمقراطيه الانتخابات. نحن دائما نكون سعداء بمشاركه الكل، فكيف. فلذلك كيف. لا يحرمون من هذه السعاده. مهم. فاحنا نتمنى انه الكل يشارك والكل يدلب صوته في هذا بس هي عملية ماشيه تمشي بس انت راح تحرم نفسك. نعم، مهم. هذا التاثير يكون فقط على الشخص اللي اتخذ هذا القرار. تتوقعون المشاركة أكثر من انتخابات 2021؟ على المحافظات؟ الآن لحد الآن على ما نتعامل به من أرقام ومعطيات هنالك إقبال على الانتخابات القادمة وهذا اللي نتمنى أكيد من الكل أنه يشارك في هذه الانتخابات وأنه تتكلل هذه الجهود المباركة من قبل المفوضية بالنجاح وأن تكون عندنا تجربة انتخابية ناجحة أشكرك الدكتور عماد جميل رئيس الفريق الاعلامي هيت هيت شكرا 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 من فوضى الانتخابات شكرا لك شكرا لتاحه الفرصه اذا مثل ما وضح لنا عماد العمليه راح تكون مراقبه مثل ما ذكرنا بالاف الكاميرات اكو هوايه جهات راح تكون مسؤوله عن امن الناخب للمشاركه بهذه الانتخابات اكو خبراء دوليين موجودين اكو مراكز تسلمك البطاقه البيومتريه موجوده كل ايام الاسبوع حتى ايام الجمعه والسبت بالتالي ماكو عذر كلنا لازم نروح نشارك بهذه العمليه ونطي راينا ونغير واقعنا فاصل بعد الانتخابات هي نوع من أنواع خدمة الآخر هذا هو مشروع الانتخابات الخدمة العامة يذهب من أجل أن يخدم محافظته يذهب من أجل أن يخدم العراق فمن له هذه الروحية يحس أنه سعيد عندما يقدم خدمة للآخر ليتقدم الانتخابات أما من يرى أن الانتخابات هي فرصة للابتزاز أو للمال أو للشهرة على الآخر، أو للتكبر على الآخر فبئس له وبأس هذا المشروع الخدمة العامة واحد من الشعارات المهمة لتحالف ابشر يا عراق، شلون تتحقق هاي الشعارات؟ شنو مطالب الناخبين؟ شو يريدون الجمهور من مرشحيهم الموجودين بمناطقهم؟ كل هاي التفاصيل راح نتعرف عليها مع مرشح تحالف في عراق الاستاذ خالد الطائي رحب أهل. بيك استاذ خالد اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك اقل من شهر تقريبا باقي على الانتخابات اكيد عندك جولاتك عندك شغلة بما يخص الانتخابات شنو اكثر مطلب حاليا يركز عليه الجمهور ويطالبه من عندكم كمرشحين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام يعني الشيء الواقعي صراحه واللي هو لاحظناه من خلال جولاتنا ومن خلال الندوات اللي عقدناها مع الجماهير وبصفتنا مرشحين عن قامة ابشر يا عراق في تسلسل وثمانين صراحة المواطن العراقي في طلبة أيضا بسيط لأن إيه يعني اللي يطلبه هو تبليد الشارع بطاقة وطنية بالبطاقة مال الرعاية سقف المطالب هي صراحة مع طموح المواطنين ما كان احنا هاي علمنا جدا صراحة يعني كنا نتمنى أنه المواطن باعتبار هاي حقوق يعني هاي حقوق بديهية يعني هاي حقوق بديهية المواطن يتمنى يصير له دستوريا أقرها حقوق الإنسان أقرها يجي المواطن بعد كذا سنة في ظل هذا التطور في ظل هذا التقدم يطلب هاي الطلبات مؤلمة كنا نتمنى من المواطن أن يطلب طلبات سقف أعلى وهي مثلا كيف نرتقي بمستوى التعليم فعلا. كيف نرتقي بمستوى الصحة كيف نقضي على البطالة اللي هي صراحة شبه هذا ممكن يودينا السؤال احنا قلنا الخدمة العامة شعار تحالف ابشر يا عراق عسلتو. شنو باقي الشعارات او متبنيات هذا التحالف؟ في تحالف ابشر يا عراق وما يميزه عن بقيه التحالفات هو تحالف واقعي منهجي اول رساله له هو تصحيح مسار والتغيير في مجالس المحافظات، مجالس المحافظات بالعراق صارت ثلاث مرات بال 2005 و 2009 و 2013 <تسألت> اللي استمرت لحد 2019 ولغت نتيجه تظاهرات اللي صار بصراحة كان إخفاقاتها عالية جدا ولم تلبي الطموح إلى حين أن وصفت بأنه هي هدر بالمال العام وهي أوجه من وجه الفساد في الواقع الحقيقي أنه دستوريا أقر مجلس المحافظات بمهام أقوى من مجلس النواب بالنسبة للمحافظات باعتبار احنا نظامنا لا مركزي يعني هي هاي الاهميه اللي وين توصل اليوم كمواطن اريد اعرف ليش لازم اروح اشارك؟ الجد انتخابات مجالس المحافظات مهمه حتى تغير واقعي استاذ عباس احنا نقول اكو خطا والخطا ليس به فقط المرشح او العفو اللي انتخب الى مجلس محافظات الخطا هو خطا جماعي بحيث المواطن عندما لا ينتخب الشخص اللي مثل تمثيل صحيح اللي طغت على انتخابات السابقية المحسوبية والحزبية والمحاصصة وغاية حالة مقيتة في إبشر يا عراق اول هدف من اهدافنا انه نقضي على هاي المحاصه ونقضي على حاله التحزبيه بالعمل مال مجالس محافظات باعتبار مهمتنا الاساسيه هي رقابيه تشريعيه خدميه اليوم ما تقدر ان تبني مدرسه ولا تبني مستوصف ولا تعين شخص ان لم يكن هناك قانون يضمن حق المتعين لذلك مجلس محافظه يجب ان يغير نهجه ويغير مجال عمله مو هو واجبه ان يعطي صوبه او بطانيه ولا واجبه ان يذهب الى الرعايه يطلع بطاقه واجبك يا <applause> اخي انت قلت, قلت حكايه مهمه انه اكو تاثيرات واكو امور حزبيه وغيرها فبالتالي اليوم اكو ازمه ثقه عند المواطن اليوم لما تروح تخاطب هاي الناس شلون تقدر تجذبه مره ثانيه وتخليه بباله انه ممكن يشارك بالانتخابات الجايه بفتح. وهذا سؤال مهم جدا وصراحه من خلال تماسنا مع الجماهير والناخبين لاحظنا هناك رغبه وسبب الرغبه انه اغلبهم شافوا اكو وجوه جديده ثانيا اغلب المرشحين هم من نخب كفاءات المجتمع يعني مو نفس الوجوه اللي كانت تاتيهم بمغريات هي لا تليق بمستواهم اليوم بعد عشرين سنه اصبح المواطن هو حريص يدقق في السيره الذاتيه ويسالك على انجازاتك وما هو مشروعك يعني احنا في مشروعنا ابشر يا علاقه التسلسلي يعني انا على هاي النقطه الوجوه الجديده بالتحديد مهمه هاي جدا يعني احنا في برنامجنا قلنا هم يا من اولياتنا التربيه ليش لأن احنا خرجنا من الواقع المؤلم يعني احنا ولاده واقع مؤلم وصعب فعلينا واجب التغيير اليوم في برنامجنا خلينا اولياتنا التربيه لان اليوم اولى مرتكزاتك في تطوير الحياه هي التربيه والتعليم ولاحظنا انه حاله صراحه الاخفاق اليوم هناك انتشار في مدارس الاهليه واكو ناس ما عندهم كان يعني يروح الى المدارس الاهليه لسبب اسعارها عاليه مو بس منتشره كيف كيف ننمي نقول المستوى المعيشي لدى المواطن اليوم عندنا كثير من الفرص يعني عندنا مثلا هيئه الاستثمار هيئة الاستثمار جاي تنطي كثير من الإجازات ولكن هل جاي تستثمر بشكل صحيح؟ المفروض هناك شروط من أنطيك إجازة استثمار هل, هل قاعد يشتغلون عندك كذا كذا نضيف لها اليوم تعطيل القطاع الخاص يعني اليوم إحنا افتر كل العراق تلقى كلها مشاريع زين أين دور القطاع الخاص ومن دا يشتغل بهذه المشاريع إذا نحتاج إلى حالة اه نقول إدارية منسقة منظمة وليس فرض إدارية مطالب مهمة وبالتأكيد هي مطالب الناس بالتالي اليوم م. تحالف ابشريا عراق ممكن هذه النقاط هي اللي تميزه لذلك حتى نعرف تفاصيل الخريطه الانتخابيه اكثر ومن التحالفات السياسيه المرشحه للفوز بانتخابات مجالس المحافظات نشوف هذا التقرير وفاطمه مطالب من 300 حزب راح يشارك بانتخابات مجالس المحافظات ب 18 من الشهر المقبل، للتحالفات والاحزاب قدمت قوائم مرشحيها اللي بلغ عددهم قرابه 6000 مرشح يتنافسون على 275 مقعد، المنافسه تنحصر فعليا بين قوائم ابشر يا واللي اسسها ويراسها الشيخ همام حمودي، ويسعى التحالف للعمل بشفافيه وبرؤية شاملة والتحالف يضم الشباب والنساء والاكاديميين والعشائر والشيعي والسني والمسيحي، والتحالف نبني برئاسة هادي العامري، ودولة القانون برئاسة نور المالكي، بينما يحتدم الصراع بين الكتل السياسية السنية وبالاخص بعد قرار المحكمة الاتحادية بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم وخميس الخنجر ومثنى رأي نظام القوائم بقانون الانتخابات يختلف عن انتخابات 2021 قبل كان دوائر متعددة أما الآن فالمحافظة دائرة واحدة شكرا لفاطمة طالب على كل هاي المعلومات أستاذ خالد طرحت مواضيع مهمة مواضيع خدمية مواضيع تطويرية تخص الاستثمار تخص القطاع الخاص تخص البطالة تشوف الوضع اليوم على الحكومه الحاليه مهيئه انه تطبق هذه الامور وتتفعل مثل ما نعرف مجلس المفوضين او مفوضيه الانتخابات او حتى المرشحين ممكن اللي فائزين بمجالس المحافظات يحتاجون الى ارضيه مناسبه، تشوف اكو ارضيه اليوم لكل هذه المشاريع. اول ما تضمن البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الوزراء السيد السوداني تضمن هو اعاده العمل بمجالس المحافظات. وهاي أول نقطة تسجل الأثنين اليوم لو تلاحظ هناك انطلقت كثير من المشاريع اللي كانت معطلة في السابق أو المشاريع الجديدة اللي هي المواطن بدأ يشعر هناك ثقة مع الحكومة باعتبار هاي المشاريع اللي انطلقت حاليا هي لكل المشاريع خدمية إذا أكو أصبح نوع من الثقة بين المواطن هو والحكومة. استاذ خالد أنت مو بعيد المواطن اليوم هم خائف من الحلقات الزايدة خائف من الروتين خائف من هاي الهيكليات الإدارية. مجالس المحافظات حتى نقربها للناس راح تعرقل المشاريع لو راح تطورها اليوم اول خطوه في مجالس المحافظات هو الحفاظ على المال العام اليوم اكو محافظ وهذا المحافظ ده يصرف مع احتراماتي لكل المحافظين يعني. ده يصرف وفق رؤيته الخاصة يعني ما نقول أكو هناك فد تنظيم بعمله مجلس المحافظة أولى مهامه هو المصادق على الميزانية اثنين وضع خطه استراتيجيه للخدمات، يعني مو هاي المنطقه انا اخدمها لان انا بيها، ويش المنطقه لأن الحزب الفلاني بيها، وكذا المنطقه للمسؤول الفلاني بيها، لا، مجلس المحافظه ينظم عمليه الخدمات في المحافظه، قلنا عملنا في البرلمان هو حكوماتنا او مناطقنا لا مركزيه، وهذا اول نجاح يسجل للع... للنظام الدستوري في العراق، لانه احنا المركزيه المقيته هي اللي اذتنا. فعندما تكون لا مركزية معناته تشوفها, تشوفها تجربة مجالس المحافظات قبل 2013 من انطلقت من 2005 مثل ما قلنا عندنا ثلاث انتخابات كان لها في الدور قوي أثرت حتى نرجع هاي التجربة مرة ثانية عندما يصير أكو خلل ليس الخلل بالقانون انما الخلل بالاشخاص التطبيق التطبيق اللي اشخاص اللي تولوا محترماتي لهم هذه المهمه كما تحدث قبل لحظات لم يكن مؤهلين لهذه المسؤوليه وسبب انه كان قلت لك كمان المحسوبيه الحزبيه العلاقات اليوم هسه في قامه تبشر عراق هي ليس بقائمه حزبيه هي قائمه مكونات وطنيه من مختلف طيف العراقي من السني الشيعي المسيحي الصابئ ويضاف اليه وهذا هو المهم من اصحاب الكفاءات من شهادات عليا ونخب مجتمعيه اكثر شيء باختيار مرشحيكم بتحالف عراق؟ ركزنا على تكون الخدمه هي المعيار <applause> كيف تكون الخدمه المعيار عندما تضع الشخص المناسب في المكان المناسب وكيف تضع الشخص المناسب في المكان المناسب عندما يكون هناك معيار لاختيار هذا الشخص يبقى على المواطن او الناخب هو اللي يتمحص بالسيره الذاتيه لهذا المرشح ويرى من هو يستطيع ان ينال ثقته لانه هي اليوم مسؤوليه عفوا استاذ مسؤوليتك ابنائك في المستقبل انت اليوم عندك 20 سنه وصلت هاي آه المرحله زين يبقى الأربعين سنه القادمه وال 50 سنه القادمه ابنائي آه. يعانون نفس المعاناه يدفعون الثمن اذا عليك يا اخي ان دقق باختيارك وان تختار الشخص المناسب اللي يمثلك حتى لا بعد ان تتندم وتقول مع الاسف لم تكن هناك خدمات صار اكو فساد صار كذا الفساد يا استاذ عباس بالدرجه الاساس هو ليس بالشبح حتى كتلة أو شخص مادي وتواجه هو عبارة عن عدم تنفيذ خدمات ينتشر الفساد عندما تكون الخدمات في المجال الصحيح الفساد انتهى بشكل تلقائي لهذه المشاريع ودور الرقابي بالضبط هذا وهذا هو الدور الأساسي هذا الدور الأساسي تشريعي ورقابي وخدمي جيد عندنا الشباب تقريبا بالملايين دخلوا بهذه الانتخابات وحق لهم المشاركة مثل ما نعرف احنا الشعب يمتلك طاقات الشبابية أكثر من 60% من الشعب هم من الشباب شلون تجذب الشاب انه ينتخب مثل ما نعرف الشاب اليوم العراقي اكو هواي تاثيرات عليه شلون تقدر تجذبه انه يرجع ينتخب ويرجع يشارك مره ثانيه وفي حديثي دائما اقول نحن امام 2023 نسميه انقلاب انتخابي ديمقراطي لانه كل غير راضي على الفتره السابقه انتخابي ديمقراطي ديمقراطي هذا يعني زين يعني انت راح تنقلب في ذاتك على ذاتك أنت تختار من يمثلك عندما شعرت أن الخدمة لم تصل إلى بشكل الصحيح كثير من عندنا نتحدث عن الفساد والدار الفاسدة والشخص الفساد اليوم. أول انقلاب بالذات أن تختار من يمثلك بشكل صحيح وتعرفه يعني تعرفه مو تعرفه أقاربك الشباب تلتقون بهم تشوفهم آه واصلين لهذه الدرجة وهذا ما يميز الانتخابات هذه مه. المرحلة لا سيما أبشر يا عراق مه. نسبة الشباب بها وإن شاء الله كلها شباب إن شاء الله نسبة شاء الله. عالية جدا صراحة شباب إن شاء الله, إن شاء الله. <applause> وهذا ما يحفز الناس إنه هاي الوجوه الشابة تمتلك الحماس تمتلك هم ديمومة المجتمع مه. الشباب فعندما يتحمل الشباب المسؤوليه وهو من من كفاءه ونخبه لا ان شاء الله فعلا ابشر عراق بقادم افضل. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وتبشرونا بكل خير وتحققون كل هذه الشعارات المهمه. ان شاء الله بالستاذ... يكون حسن ظن الناخب بنا ان نعمل إن على انه نعمل بالافضل. اتمنى يعني. لك التوفيق ان شاء الله الاستاذ خالد الطائي مرشح تحالف ابشر عراق لحضوركم ومشاركتك. شكرا لك اذا بمشارك بمشارك. ما تابعنا ابشر عراق عنده العديد من الشعارات المهمه اللي يسعى انه يحققها من خلال هذه الانتخابات الاخيره الانتخابات شهر 12 ان شاء الله راح تكون فاصل قصير وبعدها مكملين باقي القرار حتى تحصل على الخدمات وشوارع مبلطة وجسور وطرق جديدة وتحسن بالصحة والتربية والكهرباء والتعليم وغيرها لازم تشارك لان صوتك امانه فلا تعوف لغيرك امانه لازم ننطي اللي يستحقه من ابناء الوطن النزيهين اللي عندهم رؤيه لحل جزء من التحديات اللي نعاني منها ومطلوب من كل مواطن المشاركه بالانتخابات فعدم المشاركه ما ينطي الفرصه للاقوياء وانما يخلي قله من الناخبين يختاروا القوائم اللي يردوها ويسيطرون على المشهد الانتخابي ونتائجه وبعدها ما يفيد الندم واللوم احد المواطنين بمداخله تلفزيونيه استفسر من السيد رشيد الحسيني بخصوص المشاركه بالانتخابات الانتخابات خلنا نشوف جواب السيد بهذا الفيديو وراجعين فماكو طريق لإصلاح الأمور ماكو طريق لإصلاح الوضع إلا بانتخاب الصالح أو الأصلحي في مكان مناسب لا تقول كلهم جربناهم لا أكو أشخاص ما مجربين واقعا بيني ما بين الله ما جربناهم وما كان عندهم مسؤولية خلينا نكون صريحين هذا واحد اثنين يقول لا احنا اللي انتخبناهم سدوا الباب علينا وغيروا تليفوناتهم لا يعني ان من خانك لا يعني ان من خانك في السابق ان يكون كل اللي الان هم خونة يمكن ان يكون فيهم الصالح ومثل ما شفتوا السيد رشيد الحسيني قال ماكو طريق لإصلاح أمور البلد إلا بانتخاب الصالح فإذا تريد التغيير والخدمات وتزيح الفاسدين تروح تنتخب يوم 18 من الشهر المقبل الصوت أمانة واللي يبيعه يعتبر خيانة وطنية واللي يبيع صوته يعني يبيع الوطن لا تفرط بصوتك وشارك برسم مستقبلك ومستقبل العراق ضمن حملة راح نشارك اللي أطلقها البرنامج سوينا استطلاع للناس راح تشارك بيوم 18 من الشهر الجاي بانتخابات مجالس المحافظات خلينا نسمع آرائهم وبعدها نبدأ اشارك ان شاء الله اي اشارك راح اشارك بها مؤقتا نعم اشارك في الانتخابات ان شاء الله كنا نشارك من اجل العراق الحر الديمقراطي ان شاء الله اول مشاركه لي ان شاء الله ننزل ونشارك اشارك مثل كل مره ان شاء الله كل الناس الطيبين يشارك باللي يرضاه الله ويحبه ورسوله واهل بيته أكيد لازم نشارك بإذن الله بالانتخابات القادمة والتغيير حلو حتى نصنع جيل جديد أكيد إن شاء الله كلنا نشارك لازم كلنا نشارك الكل لازم يشارك بهذه الانتخابات ونختار ناس جيدين انتخب على مود نفسك وعائلتك وأطفالك شوفكم الأسبوع الجاي في أمان